بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو موعد مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم الثلاثاء 20/2/2018 والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين في دوري أبطال أوروبا. بداية عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلك كل جديد تلقائيا. إليكم التفاصيل. استقر إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني وأنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي بشكل كبير على التشكيل المتوقع للمواجهة النارية المقرر إقامتها في 10:45 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب دور 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا. وجاء التشكيل المتوقع للفريق الكتالوني أمام تشيلسي بحسب الموقع العالمي هوسكورد كالتالي: حراسة المرمى أندري تير شتيجن، خط الدفاع سيرجي روبرتو، بيكي، أومتيتي، جوردي ألبا، خط الوسط تيمبلي، راكيتيتش، بوسكيتش، إنيستا، خط الهجوم ليونيل ميسي، لويس سواريز. ومن المتوقع أن يبدأ تشكيل تشيلسي مباراة برشلونة كالتالي: حراسة المرمى كورتوا، خط الدفاع كاهيل، أزبيليكويتا، كريستينسن، خط الوسط ألونسو، فابريجاس، كانتي، موسيس، درينكوتر، خط الهجوم هازارد، موراتا. يذكر أن تشيلسي تأهل لهذا الدور بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة خلف روما الإيطالي، بينما حجز برشلونة مقعده في دور 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة. شكرا لك عزيزي المشاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.